الأصوات. نعم خويا، دخلت كسائح عادي وتنصيب روسو من بعد الحظر اللي وقع، تلقاو روسنا بأننا عالقين هنا في الإيطالي. يعني مدة شحال أنتم حصلتوا تما أنت والزوجة ديالك؟ دابا من 24 شهر جوج اليومين هذا. وخليتوا وليداتكم هنا في المغرب؟ خليت ثلاثة وليدات، بدر الدين ويام وياسين 12 عام. فينا مدينة؟ فينا بلاصة أنتوما؟ في خريبقة، في مدينة خريبقة. تتواصل معهم، عطيهم الخبار وكل شيء؟ التواصل الحمد لله راك عارف، اتصال دابا اتصال راه كاين، ولكن راك عارف خويا اسماعيل. قول لي يا محمد، هاد المدة كاملة اللي حاصلين فيها فين دوزتوها؟ فين جالسين؟ لي حسن الحظ كاين الصهر ديالي هنا في الايطالي، لي حسن الحظ يعني ماشي كاع الناس، ماشي كاع الناس عندها المعارف. نعم خويا اسماعيل، يعني راك عارف خويا كاين الناس اللي في وضعيه اكثر منا حنا، يعني كنا كان الصهر ديالي لي زوطيل سدوا كل شيء سد، يعني حاله كارثيه. وتنبغي من هذا المنبر الاتصال ديالي، بغيت ندخلو على شفايين تدخل ديالي. تفضل. كناشد جميع المغاربه يشدوا الديور ديالهم ويلتزموا بالحجر الصحي، لان الايطالي الوقت اللي دخلت لي انا في اخ اسماعيل كانوا واخدين الامر على انه مزحه، انا ما كاينش شي حاجه اللي سميتها فيروس كورونا، وهما الان يعني خويا اسماعيل حاله كارثيه في ايطاليا، الوفيات حاله يعني ما نقولش كبيره في الاخ اسماعيل، يعني حاله كارثيه. كناشد المغاربه يبقاو في المنازل ديالهم، لان دوله عظمى بحال ايطاليا تنشوفها تتسقط يعني ايطاليا تتحتضر، كما بالك المغرب يعني ما يوصلوش الحاله اللي وصل لها الايطالي. هذا الشق الاول ديال التدخل ديالي. الشق التدخل ديالي الثاني وهو يعني اللي بقى شويه اللي تيحس في القلب، ان المغرب ما عطاناش مهله، لان يعني الانسان كان ملي غادي يسدوا كاع المنافس كان يعطيونا مهله على الاقل انسان يرجع في حاله. انا ما كرهتش دابا انا نرجع عند ولادي، انا لا بغيت لا مت نموت وسط ولادي، نموت وسط عائلتي، عندي مي، عندي خوتي، عندي كل شيء، انا هو المعين الوحيد ديالهم هو انا من بعد الله. لا اله الا الله. قلتي يا محمد كاين، انت جاب الله انت لقيتي السهر ديالك انت والزوجه ديالك في حياتكم، قلتي كاين ماكفس يعني كاين مغاربه اخرين عالقين تما وما لقاو لا سهر لا والو، ما لقاو فين يمشيو. كاين الناس ديال حالات اللي كنعرف واحد من المنطقه ديال خريبقه اللي مات مسكين، من المدينه ديال بوجنيبل، لا واحد ديال خريبقه مات هاد الايام. مات؟ يعني ما عندوش، مات توفى. شوف كان داخل بطريقه غير شرعيه، جاي مع الناس الغير شرعيين، مات هنا في الايطالي. كنتمناو نرجعوا للوطن ديالنا، الانسان ما نتمناش انا يكون عام مقيم ما يبقاش فيا الحال، ولكن كسائح تنتمنى الا كانت شي حاجه ولا كانت سميتو نكون في بلادي حدا ولادي وحدا والديا، هذه هي الامنيه ديالي.